اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده معانا وصفه لذيذه، الكفته بطعم جديد. كفته طعم جديد كده لذيذ، ان شاء الله يعجبكم. هي نفس المكونات ولكن التكنيك بتاعها مختلف كده، يعني الحركات بتاعتها مختلفه شويه. طب دي شكلها ايه الكفته دي؟ انا عندي هنا لحمه مفرومه نص كيلو، ربع كيلو، نص اللي انت عايزاه، يعني المقدار اللي بتحبيه. بصل، بقدونس، بيكنج باودر، شويه ملح وفلفل، بهارات، شويه زيت، وتوم، معلقه توم مفروم. اول حاجه بصوا هاخدها بقى معلقه التوم المفروم دي، واخد معاها كوبايه ميه، واحطهم على النار يغلوا. تعالوا دلوقتي هوريكم هنعمل ايه. هنا اللي هيخلينا ايه طعم الكفته مختلف. تمام، الكفته من الوصفات السهله كده اللذيذه اللي بتخليكي ايه، يعني عايزه تعملي كفته مستمره، انها سهله في الاكل، حتى الاطفال بيحبوها، غير ما تكون قطعه خالص بتفرق كتير جدا، وطبعا موفره جدا. هياخد هنا، انا بس بسيب الميه تغلي، رغيف عيش، رغيف عيش بلدي، اقطعه هنا كده متوسط، على نص كيلو رغيف متوسط. تمام، عليها بصلايه، يعني لو مش مفرومه طبعا مش مهم، وافرمهم مع بعض. مش منقوع ولا حاجه، عيش بايت، عيش صحيح، اي حاجه. هناخد هنا نحط كوبايه ميه تسخن بس كده ثواني، هغلي فيها بقى ايه كل البهارات اللي هستخدمها في الكفته. هتبقى في الميه هنا اللي هي بقى ايه، معلقه ثوم مفروم، وكزبره ناشفه، ملح وفلفل، معلقه ملح كده، نص فلفل، لو عايز تحط اي بهارات تانية، جوز الطيب بقى بتحبيها، اي حاجه، بهارات اللي تحبيه، بهارات لحمه. وهنغلي الميه دي، خليها تغلي. وتعالوا احنا نكمل هنا ايه، انا هنا حاطه ايه، حاطه اللحمه البصل مفروم، بصل مع العيش، بس رغيف عيش على نص كيلو. مية البصل بقى هنا هي ايه، بتطري معايا العيش شوية، انا مش مشكلة، انا كده كده لسه هديله مية، بس من المية اللي هتغلي هنا بتاعة التوم دي، انا بخلي الطعم مختلف تماما. هحط بقى هنا اللحمة المفرومة، انا عايز اسخن برضو الطاسة دي عشان هنشتغل على طول فيها، في طاسة او في الفرن اللي يريحك، يعني زي ما انت عايزة. ممكن طماطم، ممكن لا، على فكره ماشي. هناخد بقى بتغلي اهي، هناخد منها كده ايه البهارات كده كلها، بالثوم، معلقتين كبار كده، حوالي ربع كوبايه، حوالي ربع كوبايه من المعلقه دي، دي كبيره قوي، معلقه الطبيخ دي. نروح ايه، ممكن زياده بس
هنا هحط بقى البيكنج باودر ماشي، معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، واقلب بقى. حلو كده، ممكن تحطيها في التلاجة تتشمع شوية، هيبقى طبعا ايه احسن كتير. مش بس الجوانتي عشان ايه نصبع او نعملها كور زي ما انتوا عايزين بقى تعملوها. هنا ايه مية اللي بالثوم، كوباية المية على معلقة الثوم المفروم، على ملح وفلفل، وال ملح وفلفل، بهارات، كزبره ناشفه، كل ده غلي مع بعضه، خدت منه ربع كوبايه وحطيتها في الايه مع الكفته. حاسسي كده ان لا محتاجه شويه بهارات تاني، اديها شويه ملح وفلفل تاني مع الايه مع البيكنج باودر على خلطه الكفته. خلطه الكفته اللي هي ايه؟ اللي هي العيش. العيش طبعا من مميزاته كمان ان هي مش بس بيكتر لي اللحمه، لا ده بيديها طراوه، ما تخليهاش بقى تكش وتبقى ناشفه، لا العيش بيديها طراوه كده وتبقى ايه مظبوطه جدا ان شاء الله يعني. ولا بيبان فيها عيش ولا بيبان فيها اي حاجه، وهو رغيف متوسط. تمام، هاخد بقى شويه بقدونس كده، ما فرمتهاش ليه معاها علشان ما تدينيش ايه تتفرم معايا زي كفته الرز، لا يعني افرمي كده البقدونس لوحده وحطيه عليها وسيبيها في التلاجة ربع ساعة تتشمع، ربع ساعة بس مش اكتر من كده يعني، لو سبتيها عادي انا بس بقولك يعني عشان ما تلزقش معاكي دي. وبعدين ايه هقول تاني انا عملتها ازاي. انا جبت رغيف عيش من الحجم ده اللي هو اكبر من الكف يعني، بص الكف اهو ده اكبر من الكف شويه، مش كبير قوي ماشي، لا اللي هو ده على نص كيلو ده معقول جدا ماشي. قطعته مع بصله وفرمتهم كويس جدا مع بعض. بعد كده رحت ايه حاطه اللحمه المفرومه والبهارات، حط هنا ايه ربع كوبايه من الزيت كده، و حطيت على النار معلقه من الثوم، كوبايه من الميه ومعلقه من الثوم المفروم وملح وفلفل وكزبره ناشفه ماشي، واي بهارات بتحبيها، وخدت منهم ربع كوبايه ورحت حطاها على ايه على خلطه الكفته، وايه وضربتهم مع بعض كويس جدا هما كمان. سهله سهله جدا. ايه الفكره الجديده دي؟ ان انا بعمل لها طعم جديد، طعم جديد للكفته، مفيش حد ما بيحبش الكفتة. ماشي، نملى الطاسة على اخرها او صينية فرن، ما عندكيش طاسة كبيرة يبقى صينية فرن. طب عايز ادخلها الفرن ماشي، ايه ادهنيها دهنة من الزيت ودخلي الفرن عادي جدا يعني، ممكن كده وممكن كده، بس انا هوريك انا عايز اعمل فيها ايه، ممكن تبقى ايه برضو تعمليها في الفرن كده. انا هنا بحط لنص كيلو حوالي ربع كوبايه من الزيت، بحمر ونقلب بقى كده كلها. حاضر ماشي، ممكن نهدي النار شويه احنا شغالين عشان نلحق ان ايه احنا هسويها كلها هنا. هتقول طب التحمير ده كده ما سواهاش، لا عادي هوريك هعمل فيها ايه في الاخر. اطلع فاصل وهكملهم كده ووريكي بعد الفاصل، وفاصل ونواصل على قد الإيد.
ورجعنا من الفاصل. دلوقتي بص الكفته اللي بتستوي بحطها فوق على جنب كده واحمر الباقي تحت هنا كده. تمام، نقول عملنا الكفته دي تاني ازاي. بس اللي بتمسك نفسها كده وبعدين اقلبيها. احنا عملنا الكفته دي رغيف عيش بلدي فرمته مع بصلايه. خلاص، خدت معلقه ثوم مفروم ورحت ايه حطها على النار مع كوبايه ميه مع ملح وفلفل وكزبره ناشفه وسبتها تغلي. حلو، خدت اللحمه المفرومه، انا دلوقتي فرمت البصلايه مع العيش، حطيت عليها اللحمه المفرومه وعليها شويه ملح وفلفل وبيكنج باودر وعجنتهم مع بعض كويس جدا، وحطيت عليها ربع كوبايه ميه من اللي انا ايه كنت غلياها معاها توم وكزبره ناشفه وملح وفلفل. حلو الكلام، اهي كده كل الكفته اهي. بصوا انا خدت بقلب كده بصبعته وحطيت هنا ربع كوبايه زيت وايه وبقلب فيها وحاجه تحمر طلعيها على جنب اهم. حلو، عايزه كله بس كده يحمر هنا، وبعدين بقى لما اجي اديها شويه ميه هديها من الميه اللي هي بالثوم والكزبره الناشفه بس لما تحمر شويه عشان تبدا تكمل سوا، يعني مش كتير، هديها شويه سقسقلها كده بس هي كلها احمرت خلاص. واسيبها ايه تستوي. حلو الكلام، بعد ما حمرتها ده بقى طعم مختلف من الكفته تماما. هاكلها بايه؟ هاكلها بعيش، هاكلها بمكرونه، جنب اي اكل زي ما انت عايزه، طعم مختلف تماما للكفته. وبسيبها، لا مش بغطيها ولا حاجه، بسيبها كده لغايه ما ايه تتشرب الميه واللي يتبخر يتبخر، بس بيبقى ريحه بقى الخلطه اللي انا عملتها دي طعمها مختلف تماما. هي من بلد معينه كده فيها الطريقه دي، مش طريقه مصريه. بس عجبتني، قلت لا حلوه فكيره. طيب تعالوا بقى على ما هي تتشرب وتكمل سوى اللحمه بتاعتها ويتبخر الميه اللي فيها دي، هوريها لك دلوقتي. تعالي نعمل حاجه اسمها عيش بالسمسم، دي لذيذه قوي ومقلي. عيش مقلي بالسمسم ده عباره عن ايه بقى؟ 3 كوبايات دقيق، معلقه خميره، ربع كوبايه زيت، معلقه سكر، سمسم وميه ده للوجه بسيط، او لبن وميه اللي انتوا عايزينه. اهي معلقه خميره ومعلقه سكر. بسجوانتي برضه عشان ما اقعدش اغسل في ايديا كتير عشان الوقت بتاعكم ايه ما ضيعهوش. ماشي اهو، ربع كوباية من الزيت، وهنعجن بمية. خليها بعدين نبقى نحلها ربنا تاني نجيب مية تانية. نعجن عجينة حلوة طرية. تمام، عجينة اهي سهلة خالص ولذيذة. جهزوا زيت يا ولاد، زيت للقلي، زيت للقلي. هنقلي بقى بزيت عميق، زيت ايه عميق. بعد شويه ميه تاني ممكن نديها معلقه لبن تخلي طعم العيش حلو برضو. حبه صغيرين كده باللبن يدوها ايه طعم لطيف جوه العيش، بيخليه طعمه حلو. مش عايزه تعملي كلها ميه، اعملي كلها ميه عادي. حبيت ميه كمان ام اللبن اللي جنبي بقى معلش. تمام خلاص، الكفته بتتشرب سما احسها من هنا. اهو
نلم العجينة بقى. يا خراشي ممكن كده كفاية حلوة اهي، بس لطيفة كده. خلي فيها شوية صوص اللي بالثوم ده، حلو قوي برضو في التغميس، جميل جدا. يبقى ادي كده العجينة اللي عندنا، وبعدين هنعمل ايه؟ اوريكوا حالا دلوقتي. هسيبها بقى تخمر، هسيبها ايه؟ تخمر كده هنا. هنفرد على شوية دقيق. بسم الله بسم الله. هنجيب قطاعة أو كوباية أو طبق أو أي حاجة، ماشي. ونفرد بقى إيه كده. فردة مش رفيعة قوي. ماشي. بس شوية دقيق كده. طيب هناخد بس نجيب حاجة أوسع. طريقة العيش دي لطيفة قوي، مش هتعجبكم. احنا كده فردنا اسمك من رغيف العيش اللي احنا بنحطه على الايه؟ على الطاسه، اتخن منه شويه اهو. هناخد بقى، هحط هنا لبن وميه او ميه بس، وهنا سمسم كتير كده، تمام. هناخد بقى هنقطع بالقطاعه او بكوبايه او بطبق اي حاجه عندك، وهوريك سمك العجينة شكله ايه. سمك العيش بتاعنا ده اهو. بص بقى هناخد اهو، بص الرغيف كده، العيش ده بيبقى سميك سنة، سميك شوية صغيرين كده، تمام اهو. هناخد بقى نحطه في اللبن كده، او الميه واللبن، او الميه بس، وانزله في السمسم كده، واحطه يرتاح. يلا تاني، خلي بقى ايدلك ايه للبن كده والسمسم، او لبن وميه، او ميه بس، اي حاجة. ليه يشرب سمسم حلو كده. وسيبيه يرتاح. قولي كده ايه يعني، 5 دقايق 4 دقايق، حبة صغيرين مش كتير يعني. اخلص واسخن الزيت اهو، انا هخلص اطلع فاصل واسيبه يرتاح على رجلكم. الفاصل يلا فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. سبت العيش اللي عملته بالسمسم وسبته يرتاح، عملته انا بليته باللبن او بالميه او بميه وشويه لبن زي ما تحبي، ورحت حاطه عليه السمسم زي ما شفتوا بالطريقه دي. تسيبيه يرتاح وبعد كده هناخده نقليه في الزيت. طيب انا دلوقتي الزيت هيسخن اهو، هو سخن قوي ده انا بهديه يعني، هو سخن قوي على ما جيتولي، فسبت ان هو ايه يهدى شويه، طلعته بره النار يهدى شويه. هنعمل وصفه ثانيه برده دلوقتي لذيذه قوي، برده مش مصريه، اسمها فريكا.
فريكه مش بالفريك بس هم بيسموها كده. وصفه قديمه جدا جدا يعني، اللي خدتها منها كانت ست كبيره قوي يعني، ايه من الحاجات الحلوه كانوا بيعملوها زمان الايام العز دي. عملت ايه بقى؟ حاجه اسمها الفريكه دي عباره عن ايه؟ دي بتتعمل بمغلي الشمر، مش هتروح قبل كده بمغلي الحلبه، المره دي بمغلي الشمر، بيغلوا الشمر وياخدوا الميه بتاعته يعجنوا بيها. حلو؟ طيب بصوا بقى الحاجات اللي احنا مستخدمينها في الوصفه دي. دي ابيض كوبايه، دي بلدي كوبايتين، تمام؟ يعني دي برضه اللي بيحب بقى مش عايز ياخد دي ابيض كتير، فهياخد معانا دي بلدي بكميه كويسه بخيره كده برادته بكل حاجه، تمام؟ معلقه خميره، ربع كوبايه سكر، ربع كوبايه لنص كوبايه من لبن البودره، سمسم وينسون مطحون وشمر مطحون ومحلب مطحون، خدي كده معلقه 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 كبيره من كل حاجه، ومعلقه الكركم. الزيت بقى هنا كوبايه، كوبايه نصها مثلا زيت زيتون ونصها زيت عادي. طب انا ما عنديش زيت زيتون، خلاص حطي كله زيت عادي، عباد شمس مثلا، تمام؟ دي لذيذه قوي يعني حلوه. دي بيعملوها بقى ازاي؟ كوبايه دي ابيض، كوبايه دقيق، الكوبايه دقيق اسمه ايه الاسمر، بس بولة تانية هحط هنا ربع كوبايه السكر، معلقه خميره كبيره، وهنا على الدقيق نص او ربع كوبايه من لبن البودره، يا ربع يا نص، ماشي. وعليها هنا ال ده شمر، قولي معلقه كبيره ينسون، معلقه نص كسره كده، نص كسره، ماشي. ده غير الشمر اللي انا واخداه بقى ايه هنا في الخلطه، وسمسم ومحلب معلقه كبيره، مطحون وكركم معلقه كبيره. حلو الكلام. تعالوا بقى هنا كده، هنا حاطه ايه السكر، السكر والخميره، وعندي هنا كوبايه من الشمر المغلي واخده ميته، تبيه يغلي حبه كده غير ما يعمل اللون ده، عادي بيحبوبه طبعا عادي، واقلبهم. وعليهم كوبايه الزيت، انا جايبه نصها زيت زيتون ونصها زيت عادي. خير زمان، ده خير زمان يا ولاد، تمام. هحشيها ايه بقى؟ هحشيها سكر وسوداني وقرفه، سكر وسوداني وقرفه او مكسرات او اي حاجه. والله كان حشينا مكسرات زمان، مكسرات رخيصه فكانوا حاشين مكسرات، فانا قلت سوداني حلو ومكسرات برده وقرفه وسكر، تمام. تعال بس نحط بقى كده العيش على النار، شوف اخباره ايه، وانا خلص وصفتي الاول. يلا خليك، خد لك راحتك شويه على ما اخلص، خلص دي الاول احسن، عشان كده يبقى ايه فاضل لنا كده بس قلي العيش ونخلص الوصفه دي عشان ما تهوش مني. وصفات كتير بس لذيذه وحلوه، ويبقى طلعنا من الحلقه بمعلومات مفيده. تاني ادي كده ايه، كوبايه دقيق ابيض، كوبايه دقيق اسمر، ماشي، معلقه خميره كبيره، ربع كوبايه من السكر، ربع كوبايه او نص كوبايه من اللبن البودره، وحط لها برضو رشه ملح، معلقه كركم، معلقه محلب، معلقه من اليانسون المطحون، معلقه من الشمر، كل ده متكسر مش مطحون طحن جيد يعني. يا ريت تاخدوا المقادير، نزلتوا المقادير يا شباب. ناخد بقى الخليط ده اللي هو ايه، الخميره، معلقه الخميره مع ربع كوبايه السكر مع كوبايه من الشمر المغلي، كوبايه ميه الشمر يعني، وكوبايه من الزيت، زيت زيتون زيت عادي نص ونص اللي يريحك، واروح ايه تتعجن بقى كده بالخليط ده وتساب تخمر، بتبقى ايه بصوا كده طريه كده. الزيت مش كتير، لا هي كده هما بيعملوها كده، خير بلدنا يا جماعه.
ماشي. هناخد مكان دي ده، ناخد سكر وقرفه وسوداني مجروش خلاص، ونسيب بقى دي تخمر شويه وبعدين ايه نشتغل عليها. هنشكلها ازاي؟ العجينه دي كده، دي الخمرانه بصوا هتاخديها على ايدك كده، طبعا الزيت حاسه بيه في ايديكي عادي، هي كده ملناش دعوه، هما اللي قالوا لي ملناش دعوه، هما اللي قالوا له زي الكحك بتاعنا، ما الكحك بتاعنا كله سمنه برضو كده، فدوت ايه ده زيت بقى. هناخد كده الحبه دول كده من الايه سكر على قرفه على سوداني وايه، ونمدها كده ونفردها بالطريقه دي. تمام، وعادي بزيتها وكل حاجه هي كده، بس صاج والفرن سخن. ونعملها بنفس الطريقه، يلا كده اهو نفرد قوي، بتبقى رقيقه هي طبعا، هتنفش في شويه اهو، والم عليها العجينه كده. ريحه الشمر بقى مخلياها تحفه، طبعا المقادير كتير قوي فايه، بس طبعا كلها يعني ما فيهاش حاجه غاليه اهو، بس مفيده جدا. تمام، اللي في ايديكي، ونحط حشوة ونلم عليها، سهلة سهلة جدا، تديكي بقى ايه قرمشة كده لذيذة قوي من الزيت اللي فيها مش قليل، فبتديكي قرمشة في الوصفة بقى كده اهو. رفعي تمام، هعملك بس كام واحده كده تشوفيهم عشان الحق ايه، لسه عايزه احمى عندي وصفات تانيه الله الحق اعملها بقى الوصفه اللي بعد كده، بس الوصفات دي مهمه ان شاء الله تعجبكم. كده نلم عليها ونفرد، نبطط على ايدينا ونقول كان يا مكان. كلكوا حدوته، كان يا مكان يا ساده يا كرام، ايوه طيب لا خلاص نطلع فاصل ونبدا الفول على حدوته، ونقول كان يا مكان بعد الفاصل. شفت انا عملت ايه اهو كده، هكمل بس دول كده ادخلهم الفرن وهطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد ورجعنا من الفاصل كده، احنا دخلنا الفرن الوصفه الفريكه اللي عملناها على قدنا على قد ايدينا، دخلتها الفرن عملت كميه صغيره عشان تلحق تستوي معاكم وتشوفوها، ممكن تشوفوها اهي، بططتها بص الرفع بتاعها ازاي، حتى كملت عليها تبطيط تاني، هتعجبكم ان شاء الله الوصفه دي، الوصفات دي من الوصفات القديمه قوي قوي بس لذيذه. طبعا هي عامله زي الحاجات اللي احنا بنعملها بخيرها في العيد كده، الحاجه بتبقى السمنه كتيره ورمضان والكلام ده، هي عامله زيها حاجه كده بخيرها فيها زيت زيتون كتير، او زيت مع زيت زيتون، او زيت عباد الشمس عادي بكميه محترمه، يعني عامله كوبايتين دي الاصفر كوبايه دي ابيض عليهم كوبايه من الزيت، اي نوع بقى اي نوع يعجبكم من الزيت تمام، بس هي اصلها زيت زيتون ده اصلها تمام. طب تعالوا بقى نجرب هنا كده، نحط واحدة نشوف اخبار ايه
عشان بردت زيت خالص على مجهولي. ونقول كان يا مكان، واحنا بنقلي بقى زب العيش بتاعنا. كان يا مكان كده لسه، ها انا هجرب ده بس كده، هسخنه واشيله وارجع احط بقى ايه التانيين. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام الا بسجر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان كان في واحد عنده ارض وعنده بير وعنده جاره في قرية، فقرر الراجل ان هو عايز يبيع البير. فالراجل اللي جاره انبسط قوي، اوكي انا هشتري البير. فايه راح دفع له ثمن البير وراح ايه علشان يشتريه، واشتراه فعلا وخلاص بقى بايه باسم الراجل هو جاره اسمه صاحب البير خلاص. وبعدين بقى فرحان قوي بان هو اشترى بير بقى وعنده ميه ومبسوط جدا. فجي بقى تاني يوم ايه عايز يروح البير ياخد ميه، فجي الراجل بقى جاره اللي هو بيع له الايه بيع له البير، قال له انت عايز ايه من هنا؟ قال انا عايز اخد ميه. قال له انا بعت لك البير ما بعتلكش ميه، يلا امشي من هنا ما لكش حاجه عندي. الراجل استغرب جدا، يعني ايه انا اشتري بير وما اشتريش الميه؟ قال له هو كده، انا بيع لك البير مش بيع لك الميه، يلا مع السلامه ما تاخدش اي ميه من هنا خالص. الراجل بقى حاجه مش عارف يعمل ايه، ويجيب الجيران هنا ويكلم ده ويكلم، مفيش فايده. راح رايح للقاضي قال له انا دلوقتي اشتريت بير من جاري وجاي اخد منه ميه. قال له انت لكش ميه عندنا، انت انا بيع لك البير مش الميه. قال له اه طيب ماشي، روح هات لي اللي باع لك البير. راح الراجل رايح للقاضي وقال له ايوه انا فعلا بعت له البير ولكن ما بعتلوش الميه اللي جوه البير. قال له ازاي الكلام ده وفي حاجه اسمها كده؟ قال له اه بص في العقد كده انا بيع لك بير مش بيع لك ميه جوه البير. قال له اه طب خلاص اتفضل بقى، اتحكم عليك ان انت تسلمه البير فاضي من الميه، اتفضل بقى شيل الميه بتاعتك. طبعا الراجل كان هيتجنن، ما توقعش ابدا ان هو هيتحكم عليه بالحكم ده. طبعا ده ايه عشان هو لئيم فربنا بقى ايه قلبها عليه، هو عايز يضحك بقى عليه في العقد يعني كده، وده بير ومش ميه. طب انت بقى شيل طبعا ده بير كل شويه عمال يطلع في ميه، فقعد بقى طول حياته ينزح البير عشان ده اتحكم عليه ان هو لازم يشيل الميه اللي في البير عشان يسلمه للراجل من غير ميه. فطبعا اتقلبت ايه اتقلبت عليه اللقم بتاعه. ده نتيجة الواحد اللئيم، الواحد لما يبقى لئيم بيتقلب عليه مهما كان بقى الظروف اللي هو فيها، زي ما الراجل ده حصل له بالظبط، جاي يلقم على الراجل فهو اللي وقع فيها. بصوا العيش بس كده وخلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ استفدنا منها ايه؟ دايما الواحد يتعامل بإخلاص، يتعامل بنية صافية، هتتلائم وتتخابس هيتقلب عليك. ما انت مش ضامن، ما كانش متوقع بقى، فطبعا زي ما هو عمل كده جه عليه عادي جدا. الخبز ده بقى اهو خلص، اللي هو خبز اللي بالسبسم او خبز البالون، ليه سموه خبز البالون؟ انا مسميها بالسبسم بس هو ليه مسمي خبز البالون؟ يعني عشان عاوزه بالونه. بصوا شكله عملنا ازاي؟ عملنا ازاي؟ تعالى فوق العيش صاحبك هنا ده، ولا ممكن نطلعه على مناديل الاول احسن عشان لو في اي، هو مش هيشرب زيت بس الزيت هيكون بره، بس الزيت هيكون ايه بره بس. عملنا ازاي العيش ده؟ ولا حاجه، حاجه بسيطه جدا. انا جبت 3 كوبايات من الدقيق الابيض العادي، عليهم ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه ايه من الزيت، معلقه من الخميره، وعجنت بالميه وعجينه بسيطه جدا. بعد كده او حطي ميه ولبن زي ما انت عايزه. بعد كده رحت عامله ايه؟ عاملاها فرداها بعد ما خمرت وقطعتها بالقطاعه، خليتها كده ايه سمك مش رفيع، ورحت منزلاها في لبن او ميه او شويه لبن عليهم شويه ميه او العكس يعني زي ما انت عايزه. وبعد كده رحت ايه حطاهم في السمسم، سمسم قد ايه هو مفيد بديل اللبن يعتبر، فده حاجه مهمه جدا يعني اللي اولاده مش بيشربوا لبن ياكلهم سمسم. ماشي، مش قادره اجيب لبن النهارده خلاص اروح عامله حاجه بالسمسم ياكلوها حتى لو عيش، ودي اهي مكلفتناش حاجه خالص.
بصوا ما شاء الله عامل ازاي خبز البالون ده او خبز السمسم، حمره حلو قوي كده اهو، حدوته صغنونه ولكنها مفيده. ممكن بس نفردها حبه كده عشان خمر زياده. ماشي انا بسيبه بس ايه 10 دقايق بس، يعني خلصي وسخني الزيت وبعدين ايه سيبيه يركن كده حبه على زيت ما ايه ما يسخن، بعد كده نزليها فيها. فكروني باللي في الفرن. وفي الوقت المناسب، في الوقت المناسب الحمد لله. عملت حبة صغيرين ولكن ايه ده المختصر المفيد بتاعهم. يعني العيش بقى تقعدي تقلبي فيه كده بس بوش وتمشي زي ما انا عملت كده، وتحطي له من فوق كده ايه الزيت. ممكن تاكلي بيه الكفته على فكره، يعني ممكن تعملي العيش، مش العيش ده، ده فريكه دي دي حاجه حلوه محشيه كده لوحدها. تمام بس كده سهله وبسيطه. فاضل لي كام واحده وخلاص اهو. بص عشان انا بططها بايديا بس فما نفختش قوي، احنا المفروض ان احنا بنسيبها ما نبططهاش بايدينا تاني. يعني انا بفردها فرده كاني هعمل عيش في طاسه بس اتخب منه سنه مش رفيع قوي، وبعدين اسيبها وبعدين ابدا يعني زي ما قلت كده 10 دقايق ولا حاجه، وبعدين اروح ايه انا هسيبها زي ما هي كده عشان شكلها بيوحش صراحه لما ايه بططها بايدي. تمام بس كده. خدي بقى كده على طول بقى بالزيت وخلي الوش ايه عشان ينفش معانا حلو. نقلب ياخد الوش التاني برضو ايه عشان يطلع الحجمين زي بعض، ما يبقاش وش رفيع ووش اضخم من التاني، لا كده. واديله بالمعلقه كده هتلاقيه بينفش معاكي حلو قوي. بصوا بقى اللي انا ما جتش ناحيته بقى ايه ما بططتوش بيطلع مظبوط جدا. بصوا قول له اوكي بس كده انا خلصت. هطلع فاصل بقى احمرها بس كويس وهقدمهم لكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. عملنا ايه النهارده؟ عملنا 3 وصفات بس كانوا كبار صراحه فما لحقناش نعمل غيرهم النهارده، بس كلهم حاجات جديده ومفيده وان شاء الله تعجبكم جربوها. انا عملت اول حاجه الكفته اللي بالثوم، يا ريت تنزلوا المقادير. المقادير دي عباره عن ايه؟ يعتبر كفته عاديه جدا يعني لحمه مفرومه بس بالعيش البلدي. عملت بس بقى يعني خليكم في الخطوات معانا علشان ايه تظبطوها ان شاء الله. اول حاجه خدي التوم، معلقة توم مفروم مع كوباية مية مع ملح وفلفل وشوية بهارات وكزبرة ناشفة، واغليهم على النار. خلاص اغليهم غلوتين ثلاثة واركنيهم على جنب. خلاص ده كده استعمال التوم. تعالوا بقى للكفتة نفسها. انا خدت البصلة فرمتها مع العيش، مش ما بلتش العيش، خلاص فرمتها مع العيش. بعدين حطيت لها اللحمه المفرومه ومعلقه البيكنج باودر وشويه ملح وفلفل تانيين وعجنتها حلوه قوي. بلتها بايه بقى كده ناشفه قوي. خدت ربع كوبايه من التوم اللي انا غالياه، ميه التوم دي بالتوم كله خدت منها ربع كوبايه، ورحت حطاها على الكفته وعجنتها عجن كويس جدا ما تقلقيش مش هيحصل لها اي حاجه. بعد كده رحت حاطه لها بعد ما خلصت فرم بقى بالفود بروسيسور بتاعنا او الفرم او اي حاجه، رحت حاطه عليها البقدونس المفروم. بصوا بقى شكلها كده، بصوا قمر ازاي ما شاء الله وماسكه نفسها ازاي، وريحتها حلوه وجديده جدا، جديده طعمها جديد اصلا. يعني الطعم التوم، حبه التوم اللي انا حطاها بالكزبره اللي غليتهم دول والتوابل غيروا من طعمها وريحتها تماما. طبعا حابه تحطي في حمايه حطي في حمايه ماشي. طيب ايه كمان عملناه؟ عملنا
عايز العيش؟ اوكي العيش، عيش البالون او العيش اللي بيستمسم اهو. بصوا عامل ازاي، عايز اجيب لكم افتح لكم واحد بالونه من جوه. يعني ده ممكن تعمليه سنشات بالايه، بص شكله عامل ازاي، حطي فيه كفته عادي جدا تاكلي بيه كفته. ماشي اهو ده خبز البالون او العيش اللي بيستمسم المنفوخ الحلو ده. ده عجينه عاديه جدا جدا، دي الفريكه. طب انت نزلته اصلا، نزلته ده بسيط قوي، مجرد ان انا نزلته بعد كده بس ميه اوكي وسمسم وسيبيه شويه يرتاح عشان تقليه. ادي الفريكه برضو عشان اوريكم الحشوه اللي احنا عاملينها مع بعض جوه اهي. القرفة مع السكر مع السوداني، تحفة يا جماعة تحفة ما شاء الله، ريحتها فعلا من الحاجات الأصيلة، حاجات الأرياف الحلوة دي. ماشي بس كده، كانت تحس إن هي عجوة، هي مش عجوة، هي قرفة وسكر والإيه السوداني المجروش بس كده. جربوا بقى الحاجات دي النهاردة، كفاية عليكم كده المذاكرة كده النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة، ويا رب كمان تكون الحكاية عجبتكم عشان ما حدش يحرم يتلائم على حد، أوعى حد يفكر يتلائم لأن لازم بتتقلب عليه. بس كده وخلص حلقتنا النهارده، يا رب تعجبكم، استنوني في حلقه جديده من على قد الايد ونجلاء الشرشابي، والى اللقاء.